شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. بعد أداء متميز في الشوط الأول للنادي الأهلي وتراجع غير مبرر في الشوط الثاني، زيد يفوز على الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في أمتع وأجمل مباريات دوريات الناشئين. مبروك لزيد وهارد لك للأهلي. تقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 22 في الشوط الأول يوسف سيد عبد الحفيظ في الشوط الأول، وتعادل زيد في الدقيقة 43 في الشوط الأول عن طريق يوسف محمد، عن طريق صناعة المميز والموهوب عمر خضر. في الشوط الثاني يضيف سيد عبد الحفيظ يوسف سيد عبد الحفيظ الهدف الثاني له وللنادي الأهلي في الشوط الثاني في الدقيقة 52 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي. وفي الدقيقة 60 عمر ياسر عن طريق أيضا الموهوب عمر خضر يضيف الهدف الثاني لنادي زد لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي 2-2. وفي الدقيقة 79 خطأ من حارس مرمى النادي الأهلي يضيف يوسف محمد الهدف الثالث له والثاني للهدف الثالث لنادي زد والهدف الثاني له لتصبح النتيجة 3-2 لصالح زد. مبروك لزد وهارد لك للنادي الأهلي. كابتن حشيش، رغم خسارة النادي الأهلي النهاردة لكن مباراة من أمتع وأجمل مباريات دوريات الناشئين. بصراحة تعتبر مباراة قمة بين فرقتين، عملوا مباراة كويسة جدا جدا، فيها كرة حلوة، فيها أهداف كتيرة، استمتعنا كلنا بغض النظر عن خسارة النادي الأهلي، إنما الأخطاء دايما بتتعلم بعد كده عشان يبقى في تصحيح لبعض الأخطاء اللي حصلت. وهنتكلم طبعا، ببارك طبعا لفرقة زد والقطاع الناشئين بتوع زد، الحقيقة عملوا مباراة كويسة، عندهم أكتر من موهبة وأكتر من لعيب على مستوى عالي يصلحوا طبعا لمنتخب مصر. النادي الأهلي النهاردة كان مش في حالته برضو الطبيعية، يعني في بعض اللعيبة خارج الفورمة، بس الحقيقة استمتعنا، مباراة قوية ونتعلم بقى من الأخطاء اللي هنقولها بعد كده. دكتور ثابت، شايف أداء النادي الأهلي إزاي النهاردة في مجمل المباراة؟ خلينا نقول الأول أن المباراة، أنا شايف أن مباراة النهاردة أمتع من مباراة بنشوفها في الدوري الممتاز. مباراة الأهلي وزد فرقة 2005 مباراة ممتعة من جانب الفرقتين. النادي الأهلي أقل في الشوط الثاني تحديدا في آخر نص ساعة، بشوف النادي الأهلي الشوط الأول فرقة زد فرقة قوية، وكنا متوقعين كده أن هم هيبدأوا بالضغط العالي وعندهم لعيبة ممتازين كتير، لكن بشوف النادي الأهلي في الشوط الثاني، بشوف أن كابتن علاء عبده ما كانش موفق شوية في التغييرات، ما كانش موفق في المباراة بصفة عامة من وجهة نظري. يمكن أنا في مباراة البلدية اتكلمت عليه واديته حقه، النهاردة أنا شايف أنه ما كانش موفق شوية لا في التغييرات ولا في قرايته للماتش. الحاجة التانية، أنا بشوف أنه هو في الشوط الثاني محمد عبد الله كان الشوط الأول بيلعب ناحية اليمين، فجأة راح ناحية الشمال، عرفش ليه. طب أنت اللعيب بيلعب على عدلته وكان متألق وكان هيجيب جون وكان كويس، إيه اللي خلاه يروح ناحية الشمال؟ الحاجة التانية، انت وسط الملعب كان ماشي يوسف سيد عبد الحفيظ، كان نجم الماتش، مسجل جونين وفي حاله وفورمه وعمال بيجيب اذا كان تعب الا يعني. ماشي الا لو اذا كان تعب، نزل احمد وحيد وخرج يوسف عفيفي ماشي، وعشان ننزل عمر خالد بيبو عشان يبدا يعمل جبهه وان هو يعني ايه يدي سرعات ينشط. لكن بعد كده زد طبعا كانت النتيجه 2-2، هو برده ميزه زد ان هم بيرجعوا بسرعه، توقيت الاهداف بيفرق. زد جابوا جون في نهايه الشوط الاول التعادل، وبعد كده لما احنا تقدمنا اتعادلوا بعدها بست دقائق. ليه الفرقه مش عارفه تستحوذ؟ انت المفروض ان انت النادي الاهلي جبت جون، اقدر احافظ شويه، امسك كوره شويه، احافظ على رتم الماتش، مش معقول اجيب جون والفرقه الثانيه تتعادل معه مباشره. فعشان كده بشوف التغييرات، برضو التغييرات محمد رافت لما خرج، انا شفت تغييره محمد رافت دي النهارده، محمد رافت مش موفق، تغييرته اتاخرت كتير. في لعيبه النهارده خارج الفورمه تمام، صحيح خارج الفورمه بسبب بعض التغييرات الكتير في التشكيل. فجاه نلاقي كباكا مثلا النهارده بيلعب سته، يوسف عبد الحفيظ ثمانيه، كان المباراه اللي فاتت بيلعب باك رايت، النهارده لعب ثمانيه وتالق بالمناسبه. عبد الله بوستانجي، انا شايف ان الرهان على عبد الله بوستانجي النهارده ما كانش احسن حاجه. ليه؟ لان احنا فقدنا جبهه هجوميه والاجوان كلها جايه من الجبهه دي. يعني الاجوان كلها، حتى عمر خضر صانع جونين، والغرابه ان هي بقى كمان مش مكانه الاساسي،
يعني طب ما تنزل باك رايت اساسي، اه نزل في اخر دقيقه يوسف جمال في اخر بعد ما خلاص. طب ليه ما بداتش كده؟ اه يعني انا شايف كنت اتفق معاك يا كابتن محمد في الحته دي ان انت كنت مفروض تبدا بيوسف جمال في الحته دي لان الاجوان كلها جايه من ناحيه عمر خضر اللي هو دايما اللعيب دايما اللي بيلعب في حتته ومركزه مهما كان بيبقى دي حتته، عارف التحركات وعارف التغطيه بتبقى ازاي، غير ما بتجيب واحد من مكان تاني تلعبه في حته مش مركزه بيبقى مهما كان مهما كان يعني لازم الفرقه دي محتاجه شغل. انت النهارده المنافسه على الدوري قويه جدا، فرقه زد دي فرقه قويه وهي هتبقى منافس قوي للنادي الاهلي على الدوري، واستكسابنا في ملعبنا في اهلي مدينه نصر دي بالنسبه لي انا بشوفها حاجه بالنسبه لي مش مقبوله. طبعا. ما ينفعش ان انا اخسر على ملعبي في اهلي مدينه نصر وبعدين ابقى كسبان 2-1 واخسر 3-2 فرقه تعمل عليا على ملعبي كامباك، دي حاجه مش مقبوله من وجهه نظر. فانا بلوم النهارده اللعيبه والجهاز الفني، لا لازم ان الشغل. مشكله كابتن حشيش النهارده الاخطاء، وانت راجل كنت مدافع، 3 اهداف، التمركزات، الوقفه، الرقابه، زي ما قلنا اسامه من وانت حذرت في النقطه دي من بدايه المباراه قبل الماتش قلت المهم قوي لما بتلعب قدام لعيبه اصحاب امكانيات وعندهم مهارات ومواهب لازم تكون مركز كويس قوي. الوقفه بتفرق جدا جدا فيه، او التايمنج بيفرق قوي مع المدافعين من حيث التغطيه من حيث المان. فبعض الاوقات انت بتحتاج لما يكون عندك لعيب قدامك عنده مهاره كبيره او سرعات لازم تعمل حاجه اسمها فاول تكتيكي، لازم حتى لو خدت فيها انذار انما دي بتغني عن هدف ممكن يعني يدخل مرماك. كذلك اخطاء برضو ساذجه جدا، يعني شفنا الجون اللي عدى حارس المرمى، كره طبعا عاليه، او الكره دي هي اللي بتصيد حراس المرمى طبعًا. يعني هي الكره فانه يطلع الطلوع الغريب ده والكره تعدي والتاني يحطها، دي برضو ما يعني وبعدين الهدف اللي بيجي في المباريات القويه دي مش سهل تعوضه، خصوصا لما تكون الفرقه الثانيه قدامك صاحبه امكانيات وفايقه وباين ان هي فايقه من البدايه. يعني النادي الاهلي من بدايه المباراه كان بادئ وحش قوي، رجع من الدقيقه ال20 ابتدى يبقى في تحركات، انت كمان جبت توقيت الجون انت اللي بدات فدي كان المفروض تديك دفعه تبتدي زي ما احنا قلنا من قبل الماتش ان لو في هدف من الاول بيديك افضليه في حاجات كتير وبيغير تكتيك الفرقه اللي قدامك، بتهاجم بيبقى في مساحات بتبقى متسربعه، كل الكلام ده احنا ما استفدناش منه. يعني كان لازم حد من بره يتحرك ويتكلم ويقول على الكلام ده ما حصلش. نرجع تاني لما نيجي نحلل الاهداف، اخطاء طبعا ساذجه كلفتك مباراه. دكتور ثابت، رغم الخساره النهارده لكن في لعيبه مكسب طلعت بيها. يوسف سيد عبد الحفيظ النهارده واحد من اللعيبه المميزه، الشوط الاول زي ما احنا شايفينه قدامنا دلوقتي كان بيحرز هدف التقدم للنادي الاهلي وكان بيكمل الشوط الثاني في بدايته من تسديده، حتى انت بتقول انا استغربت حتى من خروجه النهارده، كان عامل فعاليه كبيره في نص الملعب. شايف اداء النهارده يعني يوسف سيد عبد الحفيظ ازاي؟ في المباريات الكبيره تولد النجوم الكبيره، في المباريات الكبيره بيبان اللعيبه الكويسه. يوسف سيد عبد الحفيظ ابن الوز عوام، ستايل باباه في التسديدات، ستايل باباه في وسط الملعب. انا بشوف ان يوسف سيد عبد الحفيظ النهارده واحد من نجوم الماتش، راجل مسجل هدفين لغايه الدقيقه 61، لو جبنا الهدفين حتى واحده النهارده بيلعب مركز 8، فهو كان بيلعب الماتشات اللي فاتت باك رايت، النهارده موظفه في مركز 8 قدر ان هو يسجل اهداف ويروح، راجل جايب جونين. انا ما اعرفش سبب تغييرته الا لو كان اصابه او ان هو تعب، ده السبب الوحيد المقنع لخروج يوسف، لكن هو بصراحه واحد من نجوم المباراه، هو ومحمد عبد الله. محمد عبد الله اتظلم الشوط الثاني لما راح ناحيه الشمال، كان ماشي كويس في الشوط الاول ناحيه اليمين على عدلته كانفيرتد وينجر بيخش لجوه يقدر يشوط، يعني بص اهي ده لسه وانا بتكلم ده محمد عبد الله، ارجع تاني يا استاذ دكروري شوطه من مسافه بعيده هو طبعا. مين ليه؟ لان هي على عدلته، محمد عبد الله بيخش لجوه وبيشوط على عدلته، انت الشوط الثاني لما وديته ناحيه الشمال موتته، ما قدرش ان هو خلاص يتحرك مش على عدلته، ما قدرش ان هو يشوط. فانا شايف ان الاثنين دول احسن لعيبه، لكن زد فيها نجوم كتير. مين ابرز اللاعبين اللي لفتوا نظرك النهارده يا دكتور ثابت؟ كابتن محمد حشيش ايضا في نادي زد رقم 10، رقم 10 ده موهوب عمر ياسر، ده يا جماعه لعيب حكايه، رقم 10 اللي بيجي من تحت صانع العاب، حريف قوي تقدر تقول عليه نجوم مباراه، نجم مباراه عامل زي كابتن احمد العجوز كده في الاسماعيلي زمان في صناعه صانع الالعاب، لعيب مهاري ممتاز، حتى هو جاب جون يعني سجل هدف
عمر خضر طبعا ده في حته تانية. عمر خضر ممكن ما يظهرش بس تلاقيه بيعمل لك اسيست، يرقص بالزبط. يعني حتى في الجون الاولاني بص اهو، هو اللي عدى من احمد عبدين وهو اللي عمل الاسيست. رقم 20 برضو اللي هو اسمه يوسف محمد ده شبيه بياسر حسين ياسر المحمدي كده، ثابت على كورته فعال، حتى لما عمر خضر اتصاب راح هو ناحيه الشمال مكانه اللي هو رقم 20. فالثلاثه دول بصراحه نجوم، سواء عمر خضر، عمر ياسر، يوسف محمد، الثلاثه اللي قدام في زد ممتازين. بص احمد، فرقه زد طبعا عندها خط الفرود ونص الملعب يعني فيها لعيبه كويس قوي، يمكن لو كان خط الدفاع على مستوى الناس اللي قدام دي كانت بقت فرقه متكامله كامله، فهم عندهم مشاكل اللي احنا ما قدرناش يا اسامه يعني نستغلها، حته المساكين شويه. شفنا الجون الاولاني اللي جه فيهم طبعا غلطه من المساكين، الكره طبت بينهم هما الاثنين وحصل تاخير من حارس المرمى، طبعا اتلخبط في التايمنج الطلوع، استغلها طبعا يوسف عبد الحفيظ وجاب جون هايل. انما هم فرقه كويسه بيلعبوا كره جماعيه، في حاجه متقاله بصراحه بتتعمل، فاتحين الملعب على الجابين خالص، وده يمكن لتعب النادي الاهلي، حته ان انت فاتح الطرفين على اليمين خالص عمل خلخله شويه في نص الملعب، وابتدى يعني المساكين عندنا حصل انهم ايه يعني في اخطاء دفاعيه كانت موجوده، كشف الحته اللي قدام المساكين. على العكس ان احنا ما قدرناش بقى ان احنا نستغل القصه دي الناحيه الثانيه. انما طبعا مجمل المباراه يعني سيطره طبعا من نادي زد، واستحواذ ايجابي لانهم وصلوا للمرمى اكتر من مره، عملوا يعني كل انواع حتى الهجوم، لعبوا من على الطرفين، تصويبات من الخارج كان في ده هدف النادي الاهلي الثاني والثاني ليوسف سيد عبد الحفيظ من تسديده وتوقيت برضو زي ما كابتن حشيش قال، حته عمق الدفاع لنادي زد دي كانت نقطه الخطوره عندهم اللي كنا ممكن نشتغل عليها بشكل كبير. زد فرقه كويسه جدا هجوميا، قويه جدا هجوميا، لكن على المستوى الدفاعي لا، انا شايف عندهم مشاكل دفاعيه. ما استغلناش احنا الموضوع بشكل كبير. ده كده تقريبا داخل فيهم 6 جوان في 5 ماتشات. ده هدف النادي الاهلي هنا. هنا محمد عبد الله بيبظيها للباك ليفت لبيب بيرفع، بترتد الكره الثانيه، هنا دور يوسف سيد عبد الحفيظ مجهز ان هو جاهز القرار والشوطه. قرار دي الشوطه جداً جداً. الشوطه بتاعته ممتازه، ووش الرجل بصراحه يوسف ممتاز في الحته دي، وخدها على وضعها يعني استناش نفس حركه باباه. مباراه الاهلي والترجي على فكره. عايز كابتن حشيش يا دكتور ثابت، لما يجي هدف زد الثاني مش الثالث، الثالث هو خطا من حارس مرمى النادي الاهلي حازم جمال، الثاني لكن التمركز الدفاعي وعمر خضر بيدخل جوه الملعب واللعيبه سايباه بيعدل جوه والتمركز هنا. بص الهدف ده، هات الهدف ده دكتور لو سمحت من الاول، عشان هنا دي دروس مستفاده للاعيب النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن حشيش. ما ينفعش لعيب كده يطلع ما بين اثنين بدون اي احتكاك، حتى اعمل فاول في نص الملعب، يعني اعمل فاول في نص الملعب، انما يعدي كده ويفتح الملعب، وبعدين الراجل اللي رايح رقم 10 ده لوحده خالص، فين 4 ما كملش معاه ليه؟ يعني انت سايبه داخل وشايفه داخل وقدامك، ما كملتش معاه ليه؟ انت واقف في الحته دي بتعمل ايه؟ لسه رقم 12 ده لو كنت انت اللي هتراقبه هو لسه بعيد خالص، انما الاخطر اللي رايح على الجون رايح وبيبقى جاي من ظهر المدافعين. هنا كابتن محمد صح، هنا رهان كابتن علاء عبده على عبد الله بستانجي، هو ده عبد الله بستانجي، رهانه عليه غلط، انا شايف كده صراحه، لأن هو ما عندوش يعني احمد. التفصيله دي بدايه المباراه ما كانش ليه، ما الاجوان كلها جايه من الجبهه دي. قلنا التغطيه اسامه، قلنا التغطيه الباك رايت في الكور دي اوتوماتيك بيضم مع الراجل اللي رايح جوه، اوتوماتيك بيضم مع الراجل اللي رايح جوه، انما هو واقف لانه برضه ما عندوش الحته دي. في كور في الملعب بمرور الوقت انت كبوزيشن بتعملها اوتوماتيك، صح، بتعملها اوتوماتيك، بترحل للاخطر اوتوماتيك، بس يكون انت الحته دي بتاعتك، انما لو كنتش بتاعتك بتبقى طبعا الوقفه بيبقى فيها مشاكل. عايز ارجع للهدف ده بقى، اتكلم على الاثنين لعيبه بتوع زد تحديدا، الاثنين دول هيبقوا من احسن اللعيبه في مصر، سواء عمر خضر طبعا راح استون فيلا، وعلى فكره صفقته من اغلى صفقات القطاع الناشئين عمر خضر يعني. عمر ياسر الثاني اللي هو رقم 10، بص وقف هنا. هنا رقم 10 اللي هو عمر ياسر، عمر ياسر ده مهاجم متحرك على الورق او بينزل تحت كصانع العاب، هو هنا سرق المساحه. بص المسافه في الهاف سبيس ما بين المساك والباك بتاع النادي الاهلي. هنا الباك رايت المفروض يخش لجوه، انت عبد الله بستانجي اصلا مساك فما عندوش احساس بالمكان الوقفة. في الوقفه بتاعته غلط. وعايز اقول لك حاجه يا احمد، ده تفوق برضو من عمر خضر
انه حطها في العكسيه خالص، لان هو رقص وراح على عمق الملعب يا اسامه، المفروض الطبيعي يبص على الناحيه اللي هناك، انما يحطها كده دي برده في رؤيه عنده، عنده رؤيه. حطها حلوه جدا أوي. كمان الفينش بقى يعني رقم 10 ده اللي بنتكلم عليه لعيب كويس، مش هنا خدمته، هنا خدمته خبطت في رجله وهو لوحده كمان يا اسامه لوحده. بس قصدي برده فيها خدمته، ان لو الكوره راحت صريحه لحارس المرمى حازم جمال كان ممكن يتعامل معاها بشكل افضل، لكن صحيح. حته انها خبطت في رجل المدافع غيرت اتجاهها فكان فيها صعوبه. بس الهدف الاول يا كابتن اسامه والثاني جايين من ناحيه عبد الله بستانجي، والثالث حتى الثالث لما الجون غلط، ممكن الثالث مش غلطته قوي، بس الجونين جايين من المساحه ما بين احمد عبدين وما بين عبد الله بستانجي اللي هي الجبهه اليمنى بتاعه النادي الاهلي. صحيح. النهارده اهم الدروس المستفاده يا كابتن حشيش؟ طبعا المباراه طبعا القويه اللي بيبقى فيها نديه بتبين الاخطاء هنا، ده طبعا ده قبل الدروس المستفاده، ده الهدف الثالث. هنا تعامل طبعا يعني مش افضل شيء من نفس الجبهه يا كابتن جمال برضو يعني نفس الحته اليمين ويعني يوسف محمد متساب، ما فيش اي رقابه خالص من ناحيته، تعامل طبعا مش افضل شيء من حازم جمال يعني يسفر عن الهدف الثالث لزد وخساره النادي الاهلي. قلنا اسامه قبل المباراه المباريات اللي بيبقى فيها فرق قويه ولعيبه نوعيتها كويسه واصحاب مهارات وناس بتلعب كوره صح، لازم تاخد بالك قوي قوي من وقفتك في الملعب والتركيز، لان دي اللي بتبان اخطاء. ممكن انت تخطا في مباراه عاديه جدا قدام فريق ما تبانش الدنيا، ما بتبانش، انما الماتش ده عايز اللعيبه تتفرج عليه اكتر من مره يبان بقى التحركات والوقفه الصح، سواء في الناحيه الدفاعيه او في الناحيه الهجوميه، التكمله، الانقضاض على الكوره، الضغط اللي كان بيتعمل على النادي الاهلي. انت اللي كان المفروض انت تعمله، وضع طبيعي النادي الاهلي هو اللي كان يعمل الضغط، والضغط العالي ده والكور ما فيش حد ينزل يستلم بين المدافعين يقدر يعمل لك مشاكل، فهو عباره عن تحركات في الملعب. الحاجات دي لازم اللعيبه تاخد بالها من الاخطاء، والاخطاء والمدرب بتاعهم ايا كان بقى اللي هيمسك الفرقه دي لازم الماتش ده تطلع مستفيد منه. يعني خساره في بدايه اللعيبه تتفرج على المباراه دي كذا مره، مليون في المره، في المية. اللعيبه اللي موجوده دي دلوقتي الخساره في بدايه الدوري مش مشكله، عندك لسه الدوري طويل، انما لازم تستفيد من الاخطاء دي. الاخطاء دي مش هتبان في التمرين، مش هتبان في ماتش ودي، مش هتبان في ماتش ضعيف، انما هتبان في ماتش قوي زي ده، وتشوف انت تحركاتك امتى، اعمل بالنسبه للمدافعين الفاول التكتيكي اقدر اعمله امتى، امتى اقدر اعطل الكوره، امتى اقدر اوصل نفسي حتى لو زميلي خارج البوزيشن بتاعه، ايه الوقت اللي انا اقدر امسك العصايه من ناحيتين، مكاني ومكان زميلي، اعطل اللعب، اعطل اللعيب اللي قدام ان هو يتحرك حتى لو في حته فاضيه. في حاجات كتيره دروس مستفاده لازم المدرب يمسك الماتش ده ويعيد ويعيد، وكل لعيب في مركزه يبان اخطاء عشان يقدر يستفيد منها يعني. تمام. دكتور ثابت، من وجهه نظرك افضل الدروس المستفاده من الخساره النهارده؟ الخساره فرصه للعيب يتعلم منها، يتعلم من اخطائه، المهم انك انت في الاخر بغض النظر ان تكسب بطوله جمهوريه او بطوله دوري، الهدف انك بتطلع لعيب للدوري الممتاز وبتطلع لعيب للفريق الاول. افضل الدروس المستفاده من لقاء اليوم ايه من وجهه نظرك؟ انا شايف ان في دروس مستفاده كتير في المباراه دي. اول حاجه انا شايف ان التغيير في التشكيل وفي مراكز اللعيبه في المباريات الكبيره بيكلفك الماتش. ده بالنسبه للمدير الفني. بالنسبه للمدير الفني ما ينفعش ان انت تغير في التشكيل فجاه او تحط مثلا بوستانجي يمين في الشوط الثاني تودي عبد الله يمين. انا شايف ان التغيير الكتير بيعمل ركه في الفرقه، مفيش استقرار نوعا ما. ممكن تعمل سويتشات في بعض المراكز، لكن مش تبدا بمفاجاه كده، خاصه في الماتشات الكبيره. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انا شايف ان الفرقه لازم يكون عندها شخصيه اكتر من كده. شخصيه بمعنى ايه؟ لما سجل هدف لازم احافظ عليه. مش معقول اجيب جون في الشوط الاول يجي بعدها بخمس دقائق جون التعادل، في الشوط الثاني اجيب جون بعدها بخمس دقائق يجي فيها جون التعادل. لا، انا لازم ادور الكوره، لازم استحوذ. ده جوارديولا دايما يقول لك وقت ضعف، يعني ضعف الفريق المنافس لما تسجل فيه حاول تجيب فيه الجون الثاني. وده احمد بيبقى عن طريق لعيبه معينه في الملعب هي اللي بتتحكم في ريتم المباراه. انه يقدر ازاي اهدي، لان هو استقبالك للاهداف يعني لما انت بيجيب هدف بتبقى سهل قوي تستقبل الهدف في التوقيت اللي بعديه، لان انت نشوه الهدف لازم يبقى عندك شخصيه. لازم عندك شخصيه. زد النهارده عندهم شخصيه اكتر مننا. صحيح. لان هم قدروا يرجعوا. صحيح. الحاجه الثالثه، انا شايف ان في بعض اللعيبه محتاجه تزود بدني. انا شايف في بعض الناس عندها نقص بدني، بعض لعيبه النادي الاهلي يعني تبقى في النواحي البدنيه اقوى من كده، سواء في النواحي الدفاعيه والهجوميه. في الهجوم انا شايف لعيبه بتتعب بعد ما بتكمل هجمه بتقف،
شايف لعيبه برضو بعض اللعيبه يعني مش كله، شايف لعيبه في اخر الماتش نوعا ما البدني بتاعها مش احسن حاجه، ده برضو شايف ان دي مهم ان هم يطوروها. عارف ليه يا اسامه؟ لان انت برضو في المباريات العاديه ما بتبذلش كم المجهود ده، انت في ماتش زي ده عندك لعيبه قدامك لعيبه كويسه فبتبذل مجهود مضاعف بالنسبه لك، فانت لازم تبقى واخد على المجهود المضاعف ده ال 90 دقيقه. انا في نقطه قالها مهمه الدكتور احمد ثابت، ان هي كابتن حشيش كل لعيب على عدلته. عبد الله مستنجي ما لعبش باك رايت قبل كده، راجل طول ما احنا بنذيع مباريات بيلعب مساك، وعارفين ان هو مساك بيجيد التعامل مع الكرات العاليه، حافظ مكانه. عندك يوسف جمال بيلعب باك رايت، مش يوسف جمال بيلعب باك رايت، يوسف جمال وابراهيم عادل باك رايت كمان. عندك واحد زي سيف ايمن بيلعب باك رايت وعنده سريع. صحيح. عندك لعيبه لعبت في المكان ده. صحيح. ليه العب في تشكيل في مباراه زي دي؟ حط كل واحد في عدلته. معروف ان المساك اما بيلعب على الخط ما بيبقاش زي، بص، يلعب لظروف طارئه، انما ما بيبقاش الاساسي بتاعه ان هو بيلعب على الخط، لان الخط ده له ناسه. صح. والقلب ده له ناسه، تحركات مختلفه وعايزه يعني قدرات معينه في اللعيب. القلب بيبقى عايز محتاج واحد طويل بيلعب بيستلم. لو لعيب عنده خبره ممكن يلعب باك رايت، لو عنده خبره شويه، لكن مش لعيب صغير ويلعبها في الضروره. ويلعبها في الضروره زي ما حصل مثلا مع خالد عبد الفتاح عندنا في النادي الاهلي ولعب قدام الزمالك. يوسف عمرو خالد واحد من اللي قده برضه نزل الشوط الثاني عنده سرعات، عنده سرعات. انا شايف ان هو كان بدا بصراحه عمرو خالد بيبو يستحق ان هو في الفرقه دي يلعب اساسي، افضل بصراحه من اللعيبه بدات. الحاجه كمان اللي ناقصه من الدروس المستفاده، انا شايف ان في لعيبه لازم تتعلم امتى تعمل فاول تكتيكي. دور المدرب النهارده جداً. الجون الاول، هات الجون الاول بعد اذنك يا استاذ محمد. اول هدف التاني. دخل فينا الجون الاول النهارده مثلا احمد عبدين وهو داخل عليه ممكن اعمل فاول. الجون الثاني بتاع اللي هو اللعيب عمر خضر لما رقص، اعمل فاول يا جماعه. في حاجه اسمها فاول تكتيكي، حتى لو هاخد انذار بذكاء انا بمنع هدف لصالح الفرقه. دي الخبرات اللي لازم اللعيبه الصغيره تتعلمها. هي دي. لا، الهدف بتاع زيد، الهدف بتاع زيد الاولاني، زيد هدف هنا، ده هدف من الاهداف الحلوه ليوسف سيد عبد العزيز مكمل فيها. هنا الفرقه هنا هو خطا دفاعي طبعا من الفرقه كلها، بس هنا احمد عبدين كان ممكن يعمل وهو فاول، وهو بيحط رجله في الكوره كان لازم تاكلينج. اعمل فاول تاكلينج. ده حاجه اسمها فاول تكتيكي، ان انا باخد انذار لمصلحه الفرقه. هات الجون الثاني برضه، هنا احمد عبدين كان لازم يعملها. الجون الثاني هاته بعد اذنك يا استاذ محمد، هتلاقي الجون الثاني برضو اربع لعيبه من النادي الاهلي واقفين بعمر خضر عمال بيرقص. ما اعمل فاول في نص الملعب، اخد انذار نص ملعب بقى يعني. هنا ما تعمل فاول، اعمل فاول بدل ما يبازل كده يديك تمريره حاسمه. اعمل فاول في وسط الملعب، اتعلم من اللعيبه الصغيره من الصغر امتى اعمل فاول تكتيكي. الكره دي كمان معلش ممكن نجيبها ثاني، ممكن نجيب بس الجون ده، الهدف ده ثاني من اوله. الجون ده جون حلو جدا وفي رؤيه كبيره قوي من طبعا عمر خضر. بص المساكين رايحين ناحيه الكره، باصين كله باصص الناحيه اللي هناك، مش باصين للراجل اللي سرق 10 ده وعدى. يعني كان من باب اولى اربعه، هو الوحيد اللي فيهم شايفه، لان هو وراه وشايفه بيتحرك ناحيه الجون. ممكن المساكين كل اتجاههم الناحيه الثانيه، مع ان ده غلط برضه، انما على الاقل اللي شايف كان لازم يكمل معاه لانه رايح على الجول. هي دي في نقطه بس برضه نسيناها، نقطه في شك في ضرب الجزاء للنادي الاهلي. طبعا معانا اللقطه دلوقتي في انا شايفها فيها شك يعني. معانا لقطه اخر المباراه لعبه فيها شك برضه، نسمع يعني من وجهه نظر الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت، يعني كان ممكن يبقى فيها ركله جزاء للنادي الاهلي. لا بلانتي اهي، لاعب واخد رجل لاعب النادي الاهلي، هو اللي لعب الكوره بيسدد والكوره قدامه وهو الاقرب. مين اللي لعب الكوره يعني الاول؟ لاعب زيد جاي من ورا وبعيد. ثانيه واحده كده اهو، مين اللي لعب الكوره الاول؟ لعيب النادي الاهلي. كمل هنا دي الكوره الثانيه، هنا حسام عادل جات له وقف، هنا محمد عبد الله بيسدد، رجليه جايه من ورا ولاعيب زيد بيحط رجله اهو. لعيب الاهلي حط الكره الاول والثاني حط رجله في الثاني حط رجله بالظبط. انا شايفها بصراحه فيها شك كبير فيها يعني فيها. دي كانت ممكن النادي الاهلي يتعادل بيها. حتى لاعب النادي الاهلي رجليه هي الاعلى، هو اللي وصل للكوره، هو اللي لعب الكوره لعيب النادي الاهلي وصل للكوره الاول. فانا شايفها فيها شك كبير طبعا، شك كبير جدا. كملها طيب. كابتن حشيش، في يعني في نهايه الاستوديو التحليلي، من وجهه نظرك رجل مباراه اليوم الاهلي وزيد؟ بصراحه انا عجبني جدا يوسف محمد رقم 20 وعمر ياسر 10. طبعا عمر خضر ده ما عليهوش خلاف طبعا، لعيب كويس قوي، بس الاثنين دول بالتحديد عمر ياسر ويوسف محمد
عملوا شغل كبير جدا جدا ولعيبه على مستوى عالي جدا جدا يعني. من النادي الاهلي يوسف سيد عبد الحفيظ. يوسف سيد عبد الحفيظ رجل مباراه من النادي الاهلي، ومن نادي زد يوسف محمد وعمر ياسر وعمر خضر من وجهه نظر كابتن محمد حشيش. ثلاثه عاملين شغل جامد. دكتور ثابت رجل مباراه من وجهه نظرك بالنسبه للنادي الاهلي يوسف سيد عبد الحفيظ احسن لعيب. بالنسبه لنادي زد انا شايف رقم 10 عمر ياسر ده لعيب كبير قوي، هو محور الربط في الفرقه وبيطلعوا عليه، يمكن انا من وجهه نظري اهم من عمر خضر كمان. صحيح. رقم 10 ده بينزل يستلم وبينزل يستلم ومهاري وعنده رؤيه. هو تحس ان هو ضعيف بدنيا يعني، هو مش قوي جسمانيا بس حريف يمتعك. بصراحه متعني رقم 10. يوسف محمد برضو جاب جونين، بيتمركز جوه منطقه الجزاء بشكل كويس. عمر خضر طبعا لعيب كبير وصنع جونين، بس انا هختار عمر ياسر رقم 10 احسن لعيب في زد. تمام. مباراه النهارده بعد ما زعناها فرصه للجهاز الفني لمنتخب مصر انه يبدا يقف على الاخطاء، يبدا يقف على ابرز اللاعبين، خاصه النهارده لما بنقول الاهلي وزد انت بتتكلم من افضل الفرق الموجوده في دوري 2005، وكمان على الاخطاء الفرديه الموجوده هنا وهنا. انا شايف طبعا ان فرصه كويسه لوائل شيتوس ان هو طبعا يختار النهارده، يعني اعتقد ان النادي الاهلي ونادي زد طبعا دول يعني من الانديه اللي بتنافس على البطوله. مباراه كبيره جدا جدا، هيقدر يحط ايده على اللعيبه. في لعيبه علمت مفيش خلاف فيها. في بعض اللعيبه بقى ممكن يعني ايه بتبقى عارف مثلا الاخطاء دي ممكن تتصلح، بس هو قوام طبعا لعيب كويس ممكن يصلح للمنتخب مع تصليح بعض الاخطاء، لان هو شغله المدرب ايه، هو مش هياخد واحد 100% حتى لو هاخده معاه المنتخب مش هياخده 100%. انما في بعض الديفوهات اللي ممكن مقدور عليها تتصلح، وقفه بوزيشن، حركه معينه، زي ما قلنا حته فاول تكتيكي ممكن امتى يتعمل، يعني في بعض الحاجات. فهو اعتقد النهارده مهم جدا الماتش ده بالنسبه للمنتخب على اساس ان هو هيحط ايده على اللعيبه اللي ممكن ياخدها الفتره الجايه. دكتور ثابت مهم جدا في قطاعات الناشئين خاصه في الانديه الكبيره اللي دايما في حاله هجوم. النادي الاهلي دايما في نواحي هجوميه، النادي الاهلي عايز يسجل، مهم جدا ان المدرب في قطاعات الناشئين يعلم الوقفه الدفاعيه. برضه انت عندك وقت من الاوقات فرق ممكن تهاجمك، فانت محتاج تحفظ اللعيبه الوقفه في الملعب، استخلاص الكوره، قطع الكوره، الكلام ده طبعا مهم جدا، خاصه ان النادي الاهلي اصلا مع مارسيل كولر بيلعب بضغط عالي طول الوقت. فانت الضغط العالي ده محتاج اولا فرقه لازم تكون بدنيا واقفه على رجليها بشكل كويس، استعاده الكوره الثانيه بتاعتك قد ايه، العمليه بقى الرقابه الوقائيه. يعني ايه الرقابه الوقائيه؟ ودي من مشاكل اغلب الفرق، الهجمه المرتده. وده اللي حصل معانا في الشوط الاول، تحس ان اللعيبه واقفه سرحان. انا واقف وانا فرقتي بتهاجم، انا واقف بتفرج على الهجمه، لكن انا عندي دور تاني. الجون اللي دخل فينا الجون الاول الكره كانت معانا اصلا. صحيح. الكره كانت معانا وفجاه بقت ضربه مرمى، ما اعرفش ازاي اتحولت فجاه هوب هجمه مرتده، عمر خضر جابها جون. بس انا شايف ان في لعيبه يا كابتن اسامه علمت، يعني في لعيبه ممكن تروح منتخب مصر خلاص. اسهل يعني نسهل الاختيارات لكابتن وائل رياض من مثلا من النادي الاهلي، اعتقد ان احمد خالد كباكا في وسط الملعب ده ما فيش خلاف عليه ان هو احسن 8 في مصر. يوسف سيد عبد الحفيظ برده لعيب كويس. محمد عبد الله لعيب عنده شخصيه. دول يمكن دول احسن 3، ويجي بعدهم محمد رأفت ممكن. تمام. يوسف عفيفي ويوسف عفيف، بس الاربعه دول تحديدا. اصل احنا ما بنتكلمش برده على احنا ما بنتكلمش اسامه برده عشان الماتش بتاع النهارده. انما في لعيبه موجوده في الفريق زي يوسف عفيف ومحمد رأفت والناس دي، دول ناس اساسيه. الاكتشافات الجديده دلوقتي اللي بصراحه يعني اذهلني بالمستوى بتاعه انه زاد قوي، يوسف سيد عبد الحفيظ واخد بالك. فانا اقصد ان في ناس اساسا خامات ممكن ما تبقاش موفقه النهارده، ممكن النهارده ما تبقاش قايم على النهارده، انما هي ناس موجوده واساسيه. في خلال في لعيبه برضه في زد سهلت عليك طبعًا الاختيارات، يعني طبعًا عمر خضر لا خلاف عليه طبعًا. يوسف محمد برضه جناح يمين ممتاز، الاثنين اللي قدام بس تحديدا عمر ياسر. عمر ياسر طبعا. يعني انت لو حطيت عمر ياسر في المنتخب ومعاه محمد رأفت ومعاه محمد عبد الله، اتعملت يعني تشكيل ما بين طبعًا الاهلي وزد. احنا لسه ما شفناش الزمالك ولا بيراميدز ولا انبي. صحيح. احنا بنتكلم على الاهلي وزد بس، انت ممكن نختار كده نختار 11 لعيب. طب كابتن حشيش من وجهه نظرك بعد لقاء اليوم النهارده واول لقاء للجهاز الفني لمنتخب مصر وهو بيتابع المباراه من ارض الملعب، من اللعيبه اللي كابتن حشيش يعني ممكن يرشحها النهارده مع اول لقاء سواء من الفريقين الاهلي او زد؟ طبعا زد زي ما قلنا الثلاثه دول اساسيين. قلت لي يوسف محمد
وعمر ياسر وعمر خضر، دول طبعا بصفه اساسيه. النادي الاهلي زي ما انا قلت ان انا مش هحكم على المباراه دي بالتحديد، انا بتكلم على يوسف عفيفي ومحمد رأفت ويوسف سعد عبد الحفيظ، ولسه يعني قدامك لسه، يعني قدامك لسه طبعا ناس. النهارده مثلا كان في بعض الاخطاء بالنسبه للمدافعين بتوعنا، يعني مثلا عبد الله مستنجي، يعني حرام احكم عليه النهارده في الباك رايت. يعني النهارده حطه مساك واحكم لا عليه. واحد كان جاي له اعاره الفتره اللي فاتت راح سموحه فواحد من المميزين النهارده ما اقدرش احكم عليه. عندك عبد الله مستنجي وعندك معتز محمد، معتز محمد في 2005. خلي بالك النهارده في نواقص، عندك زعلوك مش موجود، هو ده فرقته. عندك معتز محمد مساك موجود مش فرقته. عبد الله مستنجي بيلعب باك رايت، مستنجي في مكان غير مكانه. انت النهارده مثلا احمد عبدين النهارده ما كانش على عنده اخطاء في بعض الحاجات معينه، بس هو قوام لعيب كويس، عنده الجسم وعنده الطول في الكور العاليه والكلام ده. ممكن بعد كده زي بقول لك المباراه الجايه هتجيب الناس دي وهتصلح، يعني بيبقى في يوم برضو بعض اللعيبه مش في يومها. اسامه مش في، يعني في لعيبه في النادي الاهلي انا عارف انها احسن من كده، انما النهارده يمكن كان في بعض الاخطاء كده هيتداركوها ان شاء الله. يعني بعدين الكابتن وائل مش هيبص، فارس خالد نسيناه. طبعا فارس خالد لعيب كويس، الكابتن وائل استحاله هيبص وهيحكم، هيتابع كذا مباراه طبعا، هيتابع ماتشات كتير خلال الفتره اللي جايه. والبركه كمان في قناه الاهلي بقى انها توريه برده الفرق الثانيه اللي في اخر الدنيا. يعني ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن حشيش، واستمتعنا بتحقيقك النهارده. اشكرك، متشكر جدا. شكرا دكتور احمد ثابت، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن اسامه، ودايما بكون سعيد بالتواجد مع حضرتك ومع كابتن محمد طبعا. اشكرك، وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر ضيوف النهارده الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. مبروك لزد وهارد لك للنادي الاهلي. النهارده كانت مباراه من احلى واروع وامتع مباريات دوريات الناشئين، مباراه كانت رايحه جايه، والمهم في الاخر احنا بنقول على صناعه لاعب للفريق الاول للنادي. النهارده الحمد لله يعني في عناصر مبشره وعناصر مميزه لمنتخب مصر، ونتمنى ان شاء الله خلال الفتره الجايه كل التوفيق لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكل لاعبينا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله الفتره اللي جايه على الف خير، واستوديو جديد من استاد الاشبال.